السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة ده فيديو الأسئلة اللي على فيديو الإجابة رقم 23 الجزء الثاني، وإن شاء الله نحاول نجيب اللي هو الفيديو اللي بتاع الأسئلة بتاع امبارح اللي هو الرقم 24 الجزء الأول. أول سؤال، شو نسبة البروتين لخلطة خرفان سريعة التحويل؟ يا أخ محمد، لو تقصد غنم اللي هي أرمسي دي تقصد بها، يمكن مصطلح عندكم يذكر على الحجم يعني العمر، فأنا أحب أوضح لك نسبة البروتين. لو الخروف مثلا عمر شهر ونص لحد 3 شهور ممكن توصل نسبة البروتين ل20%، تبقى تمام التمام، بيحتاج بروتين عالي وهو صغير. بعد 3 شهور يعني بعد الفطام ممكن تنزل العلفة تدريجي لحد 17% 18%، وبعد في نهاية الدورة يعني عمر مثلا 40 كيلو، وزن 40 كيلو تقريبا، ممكن تنزل العلفة لحوالي 16%، أو ممكن من أول ما يبدأ يأكل لحد ما تبيعه تثبت على في حدود 17% متوسط، يعني ممكن من البداية للنهاية تبدأ وتنتهي ب 17%. وكم نسبة الكمية من شعير ونخالة وذرة وصويا والإضافات اللي تنصحني بيها؟ للأسف يا أخ محمد أنا عامل 5 6 فيديوهات على القناة مخصوص في العلف، مكونات العلف، نسبة حساب نسبة البروتين في العلف، بدايل الأعلاف، اختيار كل مكون، إزاي تعمل علف بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن، وآخر فيديو كان نسبة البروتين في أهم الخامات. فأنت تعمل وتحسب، ولو انت عاوزني ارجع لك عليها اكتبها لي في الفيديو اللي بعديها، وانا ارجع لك اقول لك النسبه صحيحه ولا لا، لان لازم انت تتعلم تعرف تكون بنفسك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي نعجه عمره 14 شهر وخروف 10 شهور. النعجه دايما نعجه عمره 14 شهر وخروف عمره 10 شهور. النعجه دايما موطيه راسها وكانها شايله حاجه عليها ولا تاكل كويس. الخروف دايما يقعد يهبش برجليه في النعجة، في الباب، في الحيطة، وبرضه لا ياكل كويس. اول حاجة حركة الخروف ديت يعني عاوز ينط عليها، دي بالنسبة لحركة الخروف ان هو بيرفع رجليه، يبقى جاي في وراه كده ويقعد يرفع رجليه يخبط فيها، ده بيتقال عنها بالمصري انها بيحم، زي بالنسبة للجدي بيبلبل، ده بيحم على النعجة، فدي الحركة طبيعية. اما وطية راسها ممكن يكون شمس عليهم او ممكن تكون ديدان نغف في المناخير، كل شيء وارد. يعني لو هي في الحر ده طبيعي، بتبقى موطية راسها في الأرض، بتنزل راسها في الأرض وبتدخلها تحت الغنم، بتلاقي الغنم رصانها مش باينة، داخلة في بعضها في وقت الحر، كل واحدة بتتضلل بالتانية، بتدخل راسها تحت بطن التانية أو بيداروها من الشمس، ده بالنسبة في الحر الشديد. أما احنا دلوقتي مفيش حر، فإما إنها تكون عادة فيها منزلة راسها، وإما تكون ديدان نغف. ده نغف بالنسبة للنعجة، ولو علاجه ماشي عموما يعني انا اعتبره ان هو نغف. ولو علاجه ايه والخروف كده طبيعي ولا ايه؟ مع العلم اكلهم كسر فول وردة وتبن برسيم، التبن لوحده والعلف لوحده، ماشي العلف ان شاء الله تمام. هتجرحهم طالما الاكلة مش معجباك، هتجرع الاثنين ضد الديدان، يعني هتديهم الديدان الايفوماك السوبر، ابرة الايفوماك السوبر بتقضي على ديدان الكبد وديدان الكرش وديدان المعوية وديدان النغف اللي هو نغف الانف وجرب الجلد وجميع الطفيليات الداخليه والخارجيه. فانت هتدي ابره ايفوماكس سوبر للنعجه والخروف، وتدي جرعه وتدي شربه الليفافلوك او ترايميك شربه بعد الابره بحوالي 5 ايام ولا حاجه ولا اسبوع، اديهم ليفافلوك او ترايميك. بعد الشربه باسبوعين ممكن تعيد المتوفر عندك، اذا كان متوفر عندك ليفافلوك او ترايميك او متوفر عندك ايفوماكس سوبر، عيد اي واحد منهم كده، تتأكد ان انت ان شاء الله تخلصت من ديدان النغف. ولو في ديدان في الكرش برضك او في ديدان في الكبد بتأثر على اكلتها وعلى صحتها، هتلاقي ان شاء الله بعد الابرة بحوالي 15 يوم ظهرت النتيجة، ما بتظهرش النتيجة من يوم وليلة طبعا. القضاء على الديدان لما يكون حاجة فيها ديدان واثرت فيها ما بتظهرش النتيجة مباشرة بعد ما تحقن الابرة، بتاخد حوالي 15 يوم 20 يوم عشان تشوف التغيير اللي حصل على الغنم. لو سمحت حضرتك انا سالتك عن العجل وزن 250 ل 300 ياخد قد ايه علف مركز من وزنه، حضرتك جبتني مشكور، ياخد 2% من وزنه
نصهم الصبح ونصهم بالليل. طيب حضرتك، انا بعرف العلف المركز بالليل بس على مره واحده، وطول اليوم برسيم، ده صح ولا لازم العلف صبح وليل على نصين؟ يعني الافضل انه يكون على نصين، الافضل انه يكون على نصين. طبعا انت ما بتاكلش الكميه دي، ما ينفعش تحط له مره واحده وفجبه واحده، هيتلكم منك وتعمل لك مشاكل كبيره. لا، لازم تبقى بالتدريج، والافضل انها تبقى وجبتين، نص الصبح ياكلها بالكامل وبعد كده برسيم براحته، بحيث يدخل على العلف بشهيه ويمسح العلفه بتاعته بالكامل، مسحها حط له برسيم بقى ياكل براحته طول النهار، وكذلك بالليل. الافضل خليك على وجبتين. ممكن رقم على واتس يا جماعه؟ والله رقم لص انا كاتبه مليون مره، بس مليون واحد اهو، 012-73-83. ماشي. كيف اعرف ان لدى البهيمة احتباس بول؟ ما هي علامات الاحتباس وهل يصيب الاناث؟ من ناحية اصابة الاناث ما مرتش عليا للأسف، ما مرتش عليا نتاية عندها احتباس بول، بتمر في الذكور سواء جدي سواء خروف سواء عجل، دي كلها مرت عليا، جديان خرفان عجول، دي مرت. ازاي تعرف ان عنده احتباس بول؟ بتلاقي الخروف او الجدي او العجل مش قاعد على بعضه، عمال يقوم ويقف، يقوم ويقعد، يقوم ويقعد، وقاطع اكل، ما يرضاش ياكل. شفت النعجه لما تيجي تولد او المعزه لما تيجي تولد بتفضل تقوم وتقعد وتقطع اكل؟ ايوه زي كده، بيبقى يقوم ويقعد، يقوم ويقعد، يقوم ويقعد، مش على بعضه. وبيقطع اكل. تعرفها ازاي برضك؟ تحط ايدك ما بين الفخدتين فوق الخصيه، وتمسك بالراحة كده، هتلاقي كيس المثانة مليان في كف ايدك. المثانة بتاعت كيس البول هتلاقيها مليانة بحجم كف ايدك خلاص لما يوصل للمرحلة دي. في الحالة دي طبعا لازم تديله ابرة لازكس، لو شكيت في الامر برضك شاكك مفيش مشكلة، اديله ابرة لازكس بشري، مش هتأثر عليه صحيا. لو عنده احتباس بول بسيط وعملت فتحت معاه بالابرة لازكس خلاص، يعني او بمعنى اصح تدي له ابره اللازكس تبول معاك خلال ساعه، نزل وتشيله في مكان ناشف في غرفه لوحدها كده ما يكونش فيها اي بلل في الارضيه، عشان لما يتبول تشوفه. الابره اللازكس وتسيبه في مكان لوحده في خلال المفروض ساعه من الابره، ساعه ساعتين بالكتير خالص، يكون اتبول ونزل بول، يبقى كده ما عندوش انسداد في البول. لو انت شاكك في امره، ابره مش عارف والله ب 5 جنيه ولا مش عارف، نسيت سعرها والله بكام، بس يعني مش ابره غاليه يعني، بشري بتحقنها المفروض في خلال ساعة ساعتين بالكتير بيتبول. ما تبولش يبقى عنده احتباس بول، لازم زي ما قلت المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، اما تدخل جراحي بقى، تشوف دكتور يتدخل جراحي لو الحالة تستدعي جراحة، ما تستدعيش اذبح على طول، لان لو انفجرت المثانة هتخرب ومن جوه وهتخرب اللحم كمان وهيموت طبعا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو عاوز اعرف نسبة بروتين في البرسيم الحجاز الاخضر المجفف. الاخضر لا، الاخضر ما تسالنيش على الاخضر، الاخضر ما فيش نسبه بروتين في الاخضر، ان لازم تذكري نسبه الرطوبه فيه قد ايه. ولكن في المجفف برضك النسبه تتفاوت فيه، قلنا على لون، على درجه التجفيف، وعلى كميه الورق في العود، وعلى اللون بتاعه، كل ده بيتوقف عليه نسبه البروتين. ولكن في البدريس الحجازي المظبوط نمره واحد، يعني من 15 ويطلع، الدرس الحجازي المظبوط النمرة واحد من 15 ويطلع. في ناس قالت حللنا ووصل 20، بس انا الله اعلم يعني، بس هو المفروض انا من 15-16-17 في الرنج ده كده النظيف. اما بذور الكركديه للاسف والله انا دورت عليها ما لقيتش في موقع معايا، وري لي الاخ هيزا نسب البروتين، والله حتى هو يمكن لو كنت لسه ما حذفتوش اهو، بس للأسف كتبت ال، طبعا لازم تعرف اسمها بالإنجليزي ما يدعمش اللغة العربية، كتبت وطلعت اسمها بالإنجليزي بس للأسف ما ظهر ليش، للأسف والله النت ضعيف مش هتفتح الموقع، لأن الباقة خلاص بتخلص، فيدوبك خلينا نلحقه نكمله أسئلتنا الأول. اتحرك بسرعة بقى خلص، هنوقف على ما يحمل. فطبعا قلت لك نسبه البذور الكركديه للاسف ما لقيتلهاش
ما لقيتش نسبة البروتين بتاعتها. لو لقيتها في وقت تاني ان شاء الله هنذكر لك ان شاء الله نسبتها. لو سمحت الناس تفهمنا الاسعار في مصر ماشية ازاي، يعني السعر كيلو قايم في الماعز زي كيلو في الغنم، وهل بيختلف سعر القايم في المفطوم عن سعر القايم اللي عمره عدى 6 شهور، وهل الناس بتتوزن بالقايم برضو بعد ما تكون ولدت وتسمنها، سعر القايم بيكون كام؟ مع العلم انا نزلت السوق عندنا كذا مرة مفيش بيع الميزان، وفي المنوفية عندنا مفيش، مش بتفرق برقي من غير برقي، ولكم جزيل الشكر. يا اخ باهي، طالما انت في المنوفية تبقى لازم، وهتبيع في المنوفية تبقى لازم تتقيد بالسوق اللي عندك، انت ادرى بالسوق مني. ولكن عموما في قواعد عامة في أي مكان في العالم، يعني مش هقول لك في أي مكان في مصر، في أي مكان في العالم، نقط ذكرتها نقول لك دي قواعد في أي مكان، بغض النظر بتبيع بالكيلو ولا بتبيع بالعين. ما هو بالعين خروف سمين 50 كيلو مش زي خروف 40 كيلو بالعين. الناس اللي بتعرف تقدر وتميز، ما هو بياخده على أي أساس؟ بيشتري بالعين بيحطش على الميزان بس بيقدر بعينه. فانت ما كنت تقف واحد الخروف 40 كيلو بقدره 50 كيلو ويشتري على انه 50 كيلو يروح لنفسه واخد الخازوق 40 كيلو. واحد اشترى شاف الخروف 60 كيلو، خروف 60 كيلو بس هو بيشتري على انه 40 كيلو 45 كيلو 50 كيلو واشتراه على كده وراح له، ده رزقه. اذا كان بقى التاني برضك صاحبه مش عارف يقدر، فالاجتهاد بالعند تقدير انت ونصيبك. ولكن طالما انت مكانك بيبيعه من غير ميزان، فطبعا اكيد اول حاجة سعر الماعز بيختلف عن سعر الضاني اللي هو في الجدي. انا بتكلم على الذكور، جدي يختلف عن الخروف. الجدي بيكون اغلى من الخروف، بالذات الجديان الصغيرة اللي هي 20-25 اللي هي 25-30 كيلو، اللي هي تعتبر لان الجديان البلدي ديت او البري تعتبر جاهزة للذبح كده 30 كيلو. اما الخروف 30 كيلو ده لسه هيتسمن، لسه هيدخل تسمين. طبعا الخرفان الصغيرة المفطومة لو هتتوزن بالكيلو طبعا لازم هيكون سعرها اغلى، على الاقل 10 جنيه عن ميزان اللحم، عن ميزان الخروف اللي عمره 8 شهور 9 شهور اللي هو الخروف اللحم يعني. اكيد طبعا يفرق على الاقل 10 جنيه في الكيلو، يعني لو القايم في اللحم ب60 في الانية اقل حاجة يكون ب70 اللي هو ال20-25 كيلو، اقل حاجة يكون 70. من ناحية طبعا المعزة اللي بتولد، لا اللي بتطلع لها ولدت قبل كده سواء المعزة سواء الناعجة، لا ما بتحط لهاش ميزان، بيع وشراء اجتهادي. وطبعا معزة سمينة مش زي معزة معظمة، اكيد يعني مش لازم يتحط الميزان في كل حاجة، معزة سمينة غير معزة معظمة اكيد بتختلف، ما بتتحطش على الميزان. المعزة الوالدة والناعجة الوالدة ما بتتحطش على الميزان. سرسوم البقر ينفع لصغار الغنم ولو احتفظنا بيه في الفريزر، لو احتفظنا بيه في الفريزر؟ والله اخ تشار هو يعني اسمه سرسوب، يعني لو ما اتوجدش للغنم ما فيش مشكله انه ما اتوجدش، يعني سرسوب الغنم ما فيش مشكله انك تشيله في الفريزر وتاخد منه شويه ترضعهم لاي حاجه ولدت نعجه او معزه او ما فيش لبن سرسوب. يعني حتى وان كان في اختلاف، انا ما عنديش الخلفيه العلم اختلاف في اختلاف كبير ولا ما فيش، بس هو هينفع ان شاء الله. يعني اسمه سرسوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. كنت عايز اعرف حضرتك ايه الاسباب التي تؤدي الى اللكمه. اسباب اللكمه سببين اساسيين، تغيير مفاجئ من مرعى لعلف مركز وبكميات كبيره، من مرعى لحبوب يعني علف مركزه، او زيادة الكمية الالاف المركزة مرة واحدة او تغييرها، تغيير مفاجئ في نوع العلف المركز. يعني انت بتأكل علف مركز بس غيرته مرة واحدة او زودت العلف مرة واحدة، كنت بتدي كمية معينة وتاني يوم زودت الكمية كتير، او كان الخروف جاي من مراعي اصلا ما كانش اكل علف قبل كده، ودي اشد لك من هي لكمة الموت يعني على طول، وتروح تحط له علف مركز بكميات كبيرة. عايز تتعرف اكتر عن اللكمة في فيديوهين او ثلاثة في القناة، اللكمة أعراضها وطريقة التخلص من اللكمة. لو علف مركز 0.5% نعطي كام دريس برسيم وتب؟ سؤالك في حاجة غلط يا أخي تشار، يا ريت تعيد سؤالك، لأن أنت لو تقصد 0.5% اللي هو 1 على 4%
يعني 25 من 100%، ده النسبة دي كأنك ما بتعلفش، ده كأنك ما بتعلفش. يعني الخروف لو وزنه 25 كيلو وعاوز تديله ربع في المية حوالي 60 جرام، هو 25 كيلو ليه 3% اللي هو 750 جرام، على الربع في المية ده هياكل 60 جرام، 60 جرام على من 750، كأنك ما بتعلفش. يعني سؤالك كده في حاجة غلط، تريد توضح تكتب سؤالك بالطريقة الصحيحة، أو إذا كنت هو عموما يعني سواء تقصد دي أو ما تقصد غيرها، أو 1% 2% 3%، الدريس والتبن بيكون لحد الشبع، يعني بعد ما بياكل وجبة العلف الدريس لحد ما يشبع، ما بحددهاش بكمية معينة، لكن قلت لك لو بتأكد 3% كحد أقصى هياكل 1% دريس، إنما لو قللت من 3% طبيعي هيحتاج أكتر من الدريس، طبيعي بيحتاج أكتر. بمعنى النعجة 50 كيلو لو بتأكلها دريس فقط لا غير ممكن تاكل اكتر من 2 كيلو دريس، تاكل حوالي 2 كيلو ونص 3 كيلو دريس في اليوم. طب 3 كيلو دريس في اليوم لو هي نعجة 50 كيلو بتاكل علف مركز هتاكل 3 كيلو، تاكل كيلو ونص، لا معلش ممكن تاكل، ممكن تاكل لو نعجة 50 كيلو ممكن تاكل دريس، ممكن تاكل اكتر من 3 كيلو، ممكن تاكل في حدود 3 كيلو دريس، فيما انها لو كانت بتاكل 3% مركز مش هتاكل نص كيلو دريس، يعني اكلتها كلها مركز ومالئ مش هتاكل 2 كيلو، لكن الدريس طبعا المركز والمالئ هو اللي هيدي تحويل احسن من الدريس لوحده طبعا يعني، فانت كل ما بتنقص في المركز بيزيد في المالئ. السلام عليكم، اهلا المناس المناس هو متبقي من مصانع قصب السكر، هو علفة متزنة للأغنام والماعز، وهل يوجد فيه بروتين؟ لا طبعا الملاس ما فيهوش بروتين، رقم واحد. رقم اتنين ما هوش علفة اصلا، ده تعتبر من الاضافات اللي بتتحط على الاعلاف، هو غني بالسكريات، غني بالطاقة، سكر طاقة، وغني بفيتامينات واملاح كتير، وغني بالحديد، فهو يعتبر من الاضافات وليس يعتبر علفة، من الاضافات بس فيه نسبة من السكريات عالية، فيه نسبة من الطاقة عالية، ده بالنسبة للملاس، لا يصلح علف اصلا يعني، ما يذكرش ما يطلقش عليه اسم علف. جزاك الله خير يا اخ عبد الرحمن، الفرق بين التسمين السريع والتسمين البطيء في حالة الخروف، يأكل 3% في كلتا الحالتين، لكن الاول نسبة بروتين عالية بكسب الصويا مثلا 17 ودريس عجازي، والتاني شعير ونخلة ودريس وبس. هذا هو الذي بسأل، ده اللي سألت عنه عن اخ سعودي، يعني متقصدش في كمية العلف مختلفة، يعني الكمية متساوية 3% 3%، ولكن دي العلفة الشعير والنخالة والدريس لا تتجاوز ال 12%، يعني لو حطيت كيلو شعير على كيلو نخالة هيديك 12.5% بروتين، لو حطيت كيلو شعير على كيلو نخالة، ودي اقصى كمية تعتبر هتعملها من النخالة، يعتبر 12.5 من 17، يعني في حوالي 5% بروتين ناقصين، طبعا اقل حاجة هتديك شهر. واحب اقول لك حاجة اخ سعود، ما بحبش يعني الواحد تاخد الكلام، يعني انا لما بعمل تجربة عملية مثلا في العلاجات، بنعالج عالجت خروف عيني حصل لها التهاب في العين وعالجته بالقطرة مثلا اوبتيديكس او ديكساترول وجاب نتيجة بالفيديو كله صوت وصورة، وعملته النهاردة وتاني يوم عملت لك فيديو العين ما شاء الله خفت تمام التمام، يبقى الدواء ده بيجيب نتيجة تجربة عملية 100%. اما انت طبعا يفضل عاوز تقنع حد معين يبقى ضروري تعمل تجربتك العملية، بمعنى ممكن تجيب لك 5 خرفان 10 خرفان، بس لازم عشان تقنع واحد التجربة العملية ما فيش احسن منها، بس عشان اوضح لك نقط لازم تكون نفس الغنم، ما ينفعش انا ممكن اجيب 10 5 خرفان هنا و5 خرفان هنا، الخمسة اللي هنا بما اني اجيب عدد قليل، انما لو جبت مثلا 20 30 و20 30 لا ان شاء الله تبقى التجربة ناجحة بإذن الله، النتيجة هتبقى مقبولة، انما لو جبت 5 هنا و5 هنا ممكن الخمسة دول وحلوين والخمسة دول وحشين، فهنا يبقى في ممكن النتيجة تطلع غلط بسبب الخرفان اللي انا مدخلها. ولكن لما اشتغل على نفس الخروف بفارق زمني اسبوع، يعني اسبوع يعني مثلا اشتغلت على العلفة دي شهر اللي هي مثلا فيها الصويا 17% والدرس اللي اشتغلت على شهر، الغنم مجرحها كل حاجه وتمام التمام وبتاكل 3%،
لمدة شهر. التجربة هتاخد معك شهرين، شهرين عشان تبقى نتيجة أكيد إن شاء الله. شهر، خدت شهر على العلف الأولانية اللي فيها الصويا، وشفت معدلات التحويل حسبتها ليهم كلهم للخمسة، وتروح أسبوع. في أسبوع ده ما تحسبش في حاجة، أسبوع ده فترة انتقالية، هتنتقل من اللي هو الصويا للعلفة التانية اللي هي بدون الصويا اللي هي شعير ونخالة، وبالتالي هتتدرج تدريجي واحدة واحدة، ما تنزلش البروتين مرة واحدة، هينزل على مدى أسبوع 10 أيام، نزلت خلاص، وبعد كده بتثبت على 3%، تبدأ تحسب الوزن من أول الفترة دي لغاية آخر الشهر، تشوف معدل الزيادة قد إيه معاك. معدل التحويل طبعا إذا كنتش عاوز شهر ممكن تستخدمها أسبوعين والنتيجة تبقى ممتازة برضك، 15 يوم عشان يبقى لنفس المرحلة العمرية، يعني المرحلة العمرية ما تروحش بعيد، ما تبعدش من الشهر، مثلا هو عنده 4 شهور غير هو عنده 5 شهور ولا 6 شهور، لا، فممكن تاخدها 15 يوم بس على العلفة دي، وفي النص اسبوع مرحلة انتقالية، وبعد كده تاخد 15 يوم كمان، هيبان معاك النتيجة. شوف على اساس معدل التحويل ده، انا عن نفسي عملتها على الغلة اللي هي القمح، 12% بروتين قمح صافي، وصلت عندي كمية العلف الخروف اكل اكتر من 3%، كان طبعا قمح اللي هو الغلة، قمح ودريس حجازي فقط لا غير. الخروف وصل انه ياكل معايا اكتر من 3% في اليوم، اكل 3.5 تقريبا في المية من الغلة. نفس المجموعة غيرت الغلة، دخلت عليها الصويا ودخلت عليها اضافات تانية، كنت جايب مخلفات عدس وفول، شوية مخلفات كده جبتها حطيتها على الغلة، والغلة اصبحت نسبتها في العلفة حوالي 30%. من ضمن الاضافات التانية كانت الاضافات التانية كان فيها ذرة، المخلفات كان فيها ذرة وفيها عدس وفيها فول، كانت تشكيلة. المهم عمل معايا الخروف، زاد طبعا النقطة في الغلة الأولانية، وصل 3.5% في اليوم، ومعدل التحويل آخر الأسبوع ما تجاوزش 1.25 كيلو، لم يتجاوز 1.25 كيلو المتوسط الغنم. نفس الغنم غيرت العلف تلك وحطيت عليها حطيت عليها الفول والعدس وذرة، ورفعت نسبة البروتين، يعني اترفعت، اصبح الخروف ما قدرش ياكل اكتر من 3% نهائي. حطيت بنفس الكميه اللي كنت بحطها في الغله، العلف اتبقى لغايه تاني يوم الصبح ما قدروش ياكلوه، فلغيت وجبه، وبعد كده ظبطت نفسي، بقت تتظبط، لقيت الكميه نقصت عن استهلاك الغله، ومعدل التحويل اخر الاسبوع متوسط 1.5 كيلو، متوسط 1.5 كيلو، متوسط 1.5 كيلو، وفي 2.25 كيلو، طبعا في حاجات وصلت 2.25 كيلو في الاسبوع، ولكن بنقول متوسط 1.5 كيلو كمتوسط، زاد 0.25 كيلو في الاسبوع. دي كعلفة بسيطة طبعا ما كانتش نسبة البروتين، يعني ليه زائد ان انا وفرت في كمية العلفة، يعني بص لها من ناحيتين، توفير في كمية العلفة وفرت حوالي 1%، زائد زودت معدل التحويل 0.25، والنهائية والفاصلة طبعا ان كان السعر هو سعر الغلة، كان بنفس سعر العلفة اللي انا عملتها، كانت حوالي 15-16%، لان طبعا ما كانتش علفة يعني خامات كل خامة لوحدها، لا كانت مخلفات، فكنت حاسبها تقديري كده في حدود 15%، فما زادتش نسبة البروتين ياما، يعني من 12-15 زادت حوالي 3%، وفرت في الكمية، حافظت على نفس السعر وزودت معدل التحويل. فلازم تعمل تجربة عملية تقنع بها، لو عاوز تقنع بها حد معين تجربة عملية فيش أحسن منها. ما مدى تأثير الحقن التي نحقنها الأمهات اللي بترضع على الخروف اللي بيرضع؟ يعني ممكن نوقف يوم مثلا رضعته نعوضه ذلك اليوم بحليب غير حليب أمه. للأسف والله أخي سعود ما عنديش خلفية أن في دواء بيضر المواليد، ما عنديش خلفية عن أي دواء بيضر المواليد، إن شاء الله يعني سواء إيفوماكس سواء مضاد حيوي ما بفصلش المواليد وبترضع أمورها طبيعية وتمام التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة ما تشوفش أن نضعها على الماء ثم نعطيها الأغنام والماعز، ولا أفضل تكون بدون ماء والفرق بينهما؟ لا، الأفضل بدون ماء تكون بصورة كاملة، لأنك أنت لما بتنقعها جزء منها بيروح في مية النقع، جزء من الفيتامينات بتاعتها بيروح في مية النقع،
يبقى انت تديها جافة وهي الغنم تشرب عليها، يتم الهضم كامل داخل كرش الاغنام. في الرجل الخلفية للمعزة، ما هو علاج الحقن الخطأ في العضل في المعز؟ مع العلم اني اعطيت حقنة لالتهاب ديكلوفين. للأسف يا اخ احمد، انت ممكن تكون الابرة جت قريبة من عصب جت في العضم، فهي ممكن تاخد يومين ثلاثة على حسب شدة الإصابة، وبعد كده بتنزل رجليها تاني. حاول لما تحقن، انا عملت الفيديو طريقة الحق ورجع الفيديو، يعني تمسك الكتلة العضلية كده في ايدك، ادخل اخر اللي هي الهبرة، ادخل لحمة في الفخدة من ورا وتدخل السن ما بينها، ما تجيش كده على جنب ولا تجيش كده، ما تضربهاش كده من غير ما تمسك. لما يبقى عندك الخبرة هتعرف تضرب من غير ما تمسك اللحم، لكن ما عندكش خبرة تمسكها عشان تضرب ما بينها تعرف ان انت ما رحتش كده ولا كده. أدخن كتلة عضلية في الفخدة بحيث ما تجيش قريبة من عظم، ما تجيش قريبة من عصب، فبالتالي تعمل لها مشكلة. فهي ممكن تاخد يومين ثلاثة بس رفع رجليها، وإن شاء الله هتنزل رجليها تاني بإذن الله. يعني والأفضل لو رقبتها تخينة، احقن في الرقبة، عضل في الرقبة. أنا عامل في الفيديو طريقة العضل في الرقبة بتكون أأمن من الفخدة للمبتدئ. ان شاء الله يومين ثلاثة وهتنزل رجلها بإذن الله تاني. نفس السؤال طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إضافة اليوريا لزيادة البروتين لها أضرار وكذلك إضافة الرماد إلى الأعلاف؟ اليوريا أنا ضدها نهائي. طالعين فيها اليومين دول طبعا اليوريا، طبعا اليوريا تعتبر سامة. اليوريا لو تحطت بتركيز عالية هتعتبر سامة للغنم. زائد الأعلاف الغير تقليدية دي الصراحة أنا ما بحبهاش خالص والله، مش عارف ليه. يعني ده وجهة نظري الشخصية. بيحط اليوريا عشان يزود نسبة البروتين عن طريق التخمير، بتتحول يعني اليوريا تعتبر مركب نيتروجيني، والنيتروجين اساسي في تكوين البروتين، ولكن الطريقة ما اعرفش ليه مش بيحطوها على مخلفات القش ومخلفات الشجر. قش بيحول بيزود نسبة البروتين فيه بالتخمير، بس أنا بصراحة ما بنصحش بيها، ده وجهة نظري الشخصية. أما يعملوا ويألفوا بعد كده أثارها السلبية تظهر قدام، السلبيات بتاعتها تظهر قدام بعدين. كذلك إضافة الرماد، للأسف الرماد أنا مش عارف تقصد بيه إيه، لو وضح لي تقصد بالرماد إيه إن شاء الله نجاوبك في الفيديو اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت قد ذكرت طريقتين لإرضاع الأم ابنها، للأمانة فقط الطريقتين مجربتين على النعاج ولا أعلم هل تفيد في المعز أم لا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي دي جي. إن شاء الله كده كده يعني الواحد هيجرب، اللي هيقع فيها وأمه والأم نفرت ابنها سواء المعزة سواء النعجة، هو مضطر لازم يجرب طريقتين. أنا عن نفسي لو حصلت معايا هنجرب إن شاء الله الطريقتين دول بإذن الله، وتبقى طريقة عملية إن شاء الله بإذن الله. هناخد بالمرة الفيديو الثاني بس عشان البتاع ده خلاص عشان يحول معنا بسرعة، هنرجع ناخد الفيديو الثاني بالمرة اللي هو ده. طبعا الأول ده هنوقف التعليقات فيه عشان محدش يعلق دلوقت، تمام. يبقى فاضل لنا الأخير ده بالمرة ناخده اللي هو رقم 24 جزء الأول. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، بودرة البلاط تعرف عندنا في الجزائر باسم السيمة البيضاء. والله شوف يا أخ سعود، كل بلد لها اسم أكيد، أهم شيء عبارة عن البلوك الأبيض بتاع قوالب البناء مطحون. يعني ممكن تجيب بلوك ابيض وتطحنه انت باي طريقه زي ما تحب. لو انت مش عارف هو ايه كل، لان في بودره بيضه كتير، فانت لو مش عارف هي فين ممكن تجيب البلوك الابيض وتطحنه وتحطه على العلف. حبيب هندسه، ينفع ادي التجريع بالنزول مع الايفوماك في وقت واحد؟ وهل ينفع لديهم التجريع والايفوماك في وسط النهار لظروف شغلي؟ وجزاك الله خير. كبندازول بتقصد البندازول مش الليفافلوك او التريمك. البندازول عادي بتاخد في نفس يوم التجريع او تاني يوم مفيش مشكلة، اللي هو البندازول. البندازول يعتبر شغال على ديدان الكرش فقط يعتبر. يعني
فعادي تدي ابره الايفوماك والبندازول في نفس اليوم، ولكن البندازول بيتاخد المفروض بيتاخد على الريق قبل الفطار، ولكن اذا جيت في نص النهار حاول ما تكونش مفطرهم، لو انت في نص النهار ما تفطرهمش كويس او ما تفطرهمش اصلا، واستنى الظهر وجرعهم وادي الايفوماك وجرعهم، وبعد التجريعه نص ساعه كده ولا ساعه وحط لهم الاكل ما فيش مشكله. اما لو هتدي ليفا فلوك او ترايميك مع الايفوماك، لا طبعا ما تاخدوش في نفس اليوم، لان ليفا فلوك او ترايميك نفس مفعول الايفوماك الصبر، ابره وشربه بنفس المفعول ممكن تتعب الغنم، يكون فارق ما بينهم على الاقل 4-5 ايام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي نعجه رحماني لقيت وبعد الولاده بشهر ولدت وبعد الولاده بشهر ونص طلبت عشر، وسبت على الخروف سقطت، ومن ساعتها وهي عماله تخس واللي هي صغرت والدراسه. معلش يا جماعه والله يا ريت اللي يكتب سؤال بس يقراه قبل ما يرسل، عشان كده انا بفك الشفره. انا ساعات انا بنقعد نقرا الاسئله قبل، انا الفيديو ده ما قريتش الاسئله بتاعته عشان افك شفره الكتابه. عندك نعجه رحماني ولدت وبعد الولاده بشهر ونص طلبت عشر، تمام، سبت على الخروف سقطت ومن ساعتها وهي ازاي يا اخ هي سقطت ازاي يعني سقطت؟ يعني هي ولدت بعد الولاده بشهر ونص طلبت عشر، سبت عليها الخروف سقطت ومن ساعتها وهي عماله تخس واللي هي صغرت. يا اخ طارق معلش اكتب السؤال بتاعك ويا ريت تقراه قبل ما تبعته، اكتبه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ربنا يبارك في عمرك هندسه الله يبارك فيك. وكرر الايفوماك الجديان بعد كام؟ اكرر الايفوماك الجديان بعد كام يوم؟ الايفوماك بيتعاد بعد اسبوعين او 3 اسابيع، يعني 15 او 20 يوم بعد الحقنه الاولى. بعد الحقنه يعني حقنت الحقنه الاولى النهارده كاول حقنه، بتعيده بعد 15 او 20 يوم، بعد كده خلاص كل 4 شهور 3 شهور. طبعا لو انت بتكرر بعد كام شهر قبل عيد الاضحى ان شاء الله، لا لو انت حقنت دلوقتي وكررته بعد 20 يوم ممكن تكرره يعني في العيد، عيد الصغير يعني بقى في شوال، وبعد كده خلاص تسيبه معاك شوال وذي القعده، يعني في اول شوال يبقى معاك شهرين قبل الذبح على الاقل، قبل العيد بشهرين على الاقل يعني لو عاوز تكرره. جرة تمام بتدي 1 سم لوزن 50 كيلو فوق، وبتتكرر الجرعة بعد 12 يوم، وبعد اخر جرعة بتدي تجريع، ومتحنش الايفوماك قبل الضحية. ماشي الاخ صبري اكلمك برضه كيف مجاوب عليك. لو سمحت انا كان عندي معزتين تعبوا مش عارف ايه المرض اللي جاهم، بس اول حاجة ما قدروش يمشوا وبعدين نفسهم زاد سرع وضربات قلبهم زادت، وبعدين بطنهم اتنفخت ورموا راسهم في الارض وبعدين ماتوا هما الاثنين، بس الاعراض دي بتموت في نفس اليوم. يعني لو الواحده فيهم ما تاخدش من اول اليوم لاخره وبعدين تموت. ودتهم لدكتوره قالت لي اديهم ديكال، ما عرفت عندهم ايه، وانت والله قلت لي على كذا حاجه ونفعت في ايديك في ايدك. شوف بعد ربنا الله يبارك فيك. تاني مرة اكتب لك التعليق ليه يا اخ خالد؟ ما انت التعليقات تكتبها لي انا بجاوبها على طول. تعبوا مش عارف ايه المرض جاهم، اول حاجة ما قدروش يمشوا. شوف اخ خالد، الحاجة ما عرفتش تمشي كسحت في الارض، بس عموما نقص الكالسيوم، هي قالت لك الدكتوره اديهم ديكال، نقص الكالسيوم ما بيموتش مفاجئ كده، بالعكس بيفضل خروف متكسح ممكن يعني فتره ما بيموتش، يعني الا لو زاد زياده عن اللزوم نقص الكالسيوم معاه.
ولكن اللي بيحصل له بيحصل له انه ما بيقدرش يمشي، بس بياكل ويشرب وهو قاعد، تحط له الاكل ياكل ويشرب وكل حاجه ويزبل تمام التمام، مفيش اي مشكله. ده بيبقى ناقص كالسيوم. دي كانت نشر بشري لكل معزه حوالي على حسب وزنها 20 25 سم كل يوم في البق. ان شاء الله في يومين ثلاثه هتقوم وتمشي معاك زي الفل. دي حاله، دي رقم واحد. اما انت بتقول هم ما قدروش يمشوا، نفسهم زاد، ضربات قلبهم زادت، وبعدين بطنهم اتنفخت ورام راسهم في الارض، دي قد تكون حاله تسمم. دي يا خالد ممكن تكون حاله تسمم. راجع العلف اللي انت بتاكله او الماده اللي المواد المالة اللي انت بتاكلها ممكن تكون هي السبب. ولو انت بتاكل علف يفضل تضيف عليه مضاد سموم. في علف، في حاجه اسمها مضاد سموم في البيطريه. حط كيلو على معدل كيلو على الطين مضاد سموم، عشان لو في فطريات ولا حاجه في العلف في المواد المالة بتاعتك تبقى تتخلص منها، مضاد السموم تتخلص منها اول باول. الاعراض اللي بتتكلم عليها دي المفروض اعراض تسمم، اللي بياخدش الصبح وليل تسمم، ممكن يكون عندهم تسمم معوي، ممكن يكون تسمم دموي. بس التسمم الدموي بيضعف الحاجه، بتضعف ما بتموتش من يوم، يعني من يوم وليله. ممكن التسمم المعوي بتموت على طول، لان عندي واحد صاحبي جاله الغنم جالها تسمم دموي، هزل الخروف ال 50 كيلو نزل ل 35 كيلو، واصبحوا مشيتهم غريبه وجسمهم نحل خالص، ولكن ما ماتوش. يعني فيهم حاجات، فيهم حاجات ماتت وفيهم حاجات ما ماتتش. بس ممكن تكون عندك اما تسمم دموي او تسمم معوي، الحالات اللي ماتت دي. اما نقص الكالسيوم ان شاء الله ما يكونش نقص الكالسيوم. النقص الكالسيوم بيقع بس ما بيفضل ياكل ويشرب، ياكل ويشرب. وخد قاعده، اي حاله من الحالات دي اللي بتقع وانت ما انتش عارف عندها ايه، ما انتش عارف عندها ايه، ممكن تحقن الديكلوفين. الديكلوفين ده اساسي، تحقنه على طول. ديكلوفين ينزل مع الديكلوفين خفض حراره، مسكن الام، مضاد التهابات. بس ما تحقنش باستمرار لان كتره ممكن يعمل قرحه في المعده، ولكن تحقن يومين ثلاثه ورا بعض ما فيش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكرر سؤالي، عندي نعجه والده بقى لها 45 يوم، والده توأم وبتعيط على مدار اليوم، ممكن يكون عندها ديدان، مع العلم اني ما حقنتهاش اي حاجه خالص، وبعد اذنك اديهم علفه من ايه وكام على كام؟ يا اخ اشرف سؤالك بيتسال في كلمتين، ما ينفعش. عاوز العلفه اخر سطر، علفه من ايه؟ بعد اذنك اديهم علفة من ايه وكام على كام؟ من ناحية العلفة خش في فيديو طريقة علف الامهات، اهم وقت تحتاج فيه الامهات للعلف، وفي فيديو مجموعة اعلاف، في فيديو خمس فيديوهات عن تكوين الاعلاف، لازم تسمع وتعرف انت تكون العلفة بتاعتك بنفسك. ليك عليا اعمل علفة، عاوزني ارجع لك عليها ارجع لك عليها، مفيش مشكلة. من ناحية انها بتعيط على طول، والدة بقى لها 45 يوم، انا جاوبتك على السؤال، انت قلت لي نعجة والدة وبتعيط، انا ما اعرفش، قلت لك في حالات بتبقى بتعيط على طول. طالما بتاكل كويس، هتطلب من الاكل بتاعهم كويس، بياكلوا بيبقوا برسيم، ما في يعني بياكلوا برسيم ويتبقى البرسيم قدامهم، ما فيش اي مشكلة. يعني بياكلوا ويشبعوا، ممكن تكون انت مجوعهم، ممكن تكون انت مجوعهم جعانين، الاكل بتحطه بيتلحس على طول وانت واقف، لا بياكلوا بيتبقى اكل، معنى كده ان هو بترمي لهم برسيم وبتبقى برسيم، معنى كده ان هم اكلوا وشبعوا. طبعا الا العلف، ما ترميش العلف ولغايه ما يشبعوا وهم ما يكونوش متعودين على العلف يتلكموا ويموتوا منك. لا بتكلم على برسيم، ترمي البرسيم ياكل لغايه ما يشبعوا، يبقى كده ما اعرفش بقى بتنقم ليه، بتبقى عاده فيها. ممكن تكون بتدور على اخواتها هي، اذا كانت نعجه لسه جايبها جديد ولا حاجه، بتاخد لها اسبوع تمامه ولا يومين ثلاثه وبتبطل. غير كده مفيش اي اعراض انها تقعد تمامة. لو بتمامة ما بتاكلش، لو هي بتتوجع ما بتاكلش، بتخشش على الاكل اصلا. حياك الله نعجة، والدة توأم اكل ضعيف جدا وصوف بيقع، لازم تجرحها يا اخ احمد، ايفوماك وتديها شربة، ايفوماك سوبر تحقنها وتديها شربة، كلهم الاتنين دول بتوع الديدان والطفيليات.
وراجع فيديو أسباب سقوط الشعر والصوف في الأغنام، في المعز والأغنام. جزاك الله خيرا يا باشمهندس، الله يبارك فيك يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أنا متابعك من سوريا، أشكرك على بودك. أخي أنا عندي نعجة وتحتها خروف، وكل يوم تضعف أكتر ما عم تاكل، حتى خروفها بيضعف من قلة الحليب، شو العلاج؟ جزاك الله خير يا أخ أمجد. ضروري تجرع، نفس السؤال اللي قبلك، توأم ضعيفة جدا وصوف بيقع، دي أكيد 100%. طبعا هي لو هي بمجرد ما ولدت حصل لها الضعف، معنى كده ان عندها التهابات جوه في الرحم، عندها نزيف في الرحم ولا حاجة بيسبب لها الضعف. لو هي لسه والدة بتحتاج بنسلين 3 ايام او 4 ايام ورا بعض، بنسلين ومضاد التهابات زي الديكلوفين. البنسلين 3 ايام ورا بعض او 4 ايام، والديكلوفين ممكن تحينها يومين ورا بعض كفاية، مش مشكلة. ده لو هي لسه والدة. اما لو هي والدة من فترة، لا، يبقى في الحالة دي اكيد عندها ديدان، اكيد فيها ديدان، محتاجة ابرة الايفوماك والشربة، واذا كانت اللي وصلت لمرحلة الوزال الشديد ضرورة تديها فيتامينات حقن، في مالتي فيتامين، مجموعة فيتامينات حقن، وفي كالسيوم وفوسفور حقن، عشان خاطر تلحق وتشد حيلها بسرعة وتضر لبن، عشان ابنها كمان ما يضعفش ويموت، وتهتم بعلفتها كويس. بس اهم حاجة التجريع، ابرة الايفوماك والتجريع عشان تتخلص من جميع الديدان. فانا طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.